يعني هذا بيخلق لنا حالة من الثقة أن أبنائنا بناتنا لديهم ثقافة التطوع. هاي الثقافة المهمة جدا إنه يعني يعبر عن فكرنا وممارستنا وأسلوبنا في الحياة، يخدم أبناء شعبه بكل المستويات، وهذا يعني بمهد الطريق نحو إنه يكون كل واحد فينا قادر على مساعدة أهلنا في مواجهة أي ظرف كان، سواء كان كارثي أو بهذا. أما يعني بسلوك يومي أنا بشكرهم كجمعية، بشكر أهلنا على فعلبتا، وهذا نشاط مميز بشكرين عليه. منذ أن تأسست جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وهي مهتمة بالمرأة الفلسطينية تحديدا، اليوم هو يوم تكريم لكل متطوعات الجمعية الوطنية في منطقة عنبتة والكرة المجاورة. نتحدث اليوم عن تكريم أكثر من 150 متطوعة منذ أكثر من 18 عاما، وهن دؤوبات في العمل التطوعي الإنساني، يقمن على عدة محاور. المحور الأول اللي هو نشر الوعي والتثقيف الصحي لكافة فئات المجتمع، التعامل مع ذوي الحالات الخاصة من ذوي الإعاقة، والقيام بالزيارات المنزلية، هن المحور الأساسي الذي نقوم عليه بالعمل التطوعي في هذه الجمعية الوطنية الإنسانية. احتفال اليوم هو كان عبارة عن لفت نظر كل المؤسسات المجتمع المحلي في منطقة طول كرم تحديدا لهذه الفئة، لدور المرأة الفلسطينية في أهمية التطوع، وحث كل النساء على التواجد معها في صفوف المتطوعين.